ولمزيد من التحليل معنا الشيخ سالم العكش عبر الهاتف، عضو مجلس النواب وأحد رموز قبائل سيناء. يعني بعد التحية، اليوم يوم مهم جدا لكل أهالي سيناء وخاصة شيوخ قبائل سيناء، فاليوم هو إعلان المرحلة الثانية من تنمية شبه جزيرة سيناء. ماذا يمثل لكم هذا اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض سيناء نحيي الشعب المصري الكامل. إن النهاردة وجود دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء المرافقين لسيادته الفنانين والسياسيين والمجتمع المدني في أرض شمال سيناء في العريش مع عواقل وشباب سيناء، هو دي الانطلاقة. احنا بنعتبرها دي هو ده للتنمية. أما يكون كل أبناء الجمهورية النهاردة وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء في محافظة شمال سيناء للبحث في التنميه الشامله من تجمعات تنمويه، سواء تنميه سياحيه او تنميه صناعيه او تنميه مجتمعيه، يعني ده يعتبر هو بعد الارهاب الاسود وبعد تضحيات القوات المسلحه والشرطه المدنيه وابناء القبائل في تحرير الارض من الارهاب الاسود. النهارده بنبدا مرحله جديده وهي مرحله التنميه الشامله التي تضم الاقسام بالكامل، العريش العاصمه ورفح الشيخ زويد نخل الحسن بن العبد. النهارده رئيس الوزراء بيعرض خطه تنميه شامله لمحافظه شمال سيناء، فاحنا فخورين وان شاء الله هناك بحراس على هذه التنميه لكي يتم ان شاء الله فرحه ابناء سيناء بالتنميه الجديده في ظل القياده الحكيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني اليوم تم الإعلان عن 115 مليار جنيه مصري لإنشاء وحدات سكنية جديدة حضارية تليق بالمواطن السيناوي، وأيضا كان هناك دعوة لأهالي سيناء للعودة إلى قراهم مرة أخرى بعد تطهيرها من الإرهاب. كيف يعني رأيتم هذا التصريح وهذه الخطوة من قبل الدولة؟ يا فندم، احنا طبعا سينا اغلى حاجه عند البني ادم هو الدم والروح. لما يكون سينا القوات المسلحه والشرطه المدنيه وابناء القبائل الشرفاء ضحوا بارواحهم وبدمهم في سبيل تحريرها من الارهاب الاسود، يعني الدوله مش هتبخل عليها بالمليارات ايا كان ارقام المليارات اللي هتتنمى بيها شمال سينا في مجتمعات حضاريه تنمويه شامله اللي هم اعلن عنها السيد رئيس الوزراء النهارده، مش اغلى من دم العسكري المصري او الجند الشرطه او ابناء سيناء. احنا ضحينا بالغالي والنفيس اللي هو الدم والروح في سبيل تحرير من الارهاب الاسود، مش هنبخل عليها بالتنميه. احنا متفائلين خير ان شاء الله، ودي خطوه، اول خطوه ان احنا النهارده كان اجتماع مع جميع شيوخ القبائل في المحافظه بالكامل وشبابها، والناس كلها متفائله خير وان شاء الله. ده انا بنعتبر التنميه انطلقت، مش لسه ان احنا هنعمل مجمع، لا، هي فعلا وجود رئيس الوزراء النهارده وزراء المرافقين دي هي دي التنميه. احنا ما كناش بنفرح بالقعده والمشي والوقفه والاجتماعات في هذا المكان من عده شهور فاتت، ولكن ان شاء الله. وانا باكد لحضرتك ولجميع المشاهدين ولاخواننا عامه في جميع محافظات مصر ان سيناء مصريه ومش هتقبى ان هي وطن بديل للفلسطينيين، واحنا اللي ضحينا بارواحنا فيها من 56 و67 حرب الاستنزاف، 73 محاربه الارهاب الاسود، ان احنا هنسيبها بالسهل. ده سيناء مصريه واحنا مصريين، وهتتنمى ان شاء الله بسواعد القوات المسلحه والجهاز التنفيذي للدوله مع ابناء سيناء، وان شاء الله هتقبى في احسن حلتها سيناء باذن الله بجهود الجمهورية الجديدة إن شاء الله. يعني بالفعل لكم دور هام وكبير، ويشهد التاريخ على مواقفكم في حماية أرض سيناء من الإرهاب ومن التطرف، ومن حماية أيضا القضية الفلسطينية من التصفية ومجابهة كل عناصر الخطر على أرض سيناء. يعني دوركم مشهود، العالم كله يشهد بحماية الشيوخ العربية والقبائل لأراضي سيناء. احنا يعني يمكن أختي الفاضلة يمكن تواكب اليوم النهارده 31 اكتوبر بيفكرنا بالامس في 31 اكتوبر في 68 لما الاحتلال الصهيوني جمع ابناء قبائل مشايخ قبائل سيناء في الحسنة، عمل المؤتمر الشهير ان هم يطالبوا بتدويل سيناء. وكان رد المشايخ اللي هم كان يعني انا احنا بنعتبرهم ما بينعموش بالخيرات ولا بالتنميه اللي احنا فيها النهارده،
رفضوا تأويلها في يوم 31 أكتوبر 68 في مؤتمر الحسنة، وهم يعني ناس كان أمية ولكن الوطنية عندهم أكثر من أي مواطن في الدنيا. منعوا تدويله، هم محاصرين بدبابات العدو الإسرائيلي والإعلام الصهيوني كان كله موجود في عندهم. فما بالك إحنا النهاردة كأبناء سيناء اللي إحنا بننعم بتنمية واستقرار موجود، وحاربنا مع أخواننا من القوات المسلحة والشرطة في تحريرها من الإرهاب. يعني إحنا زي ما كنا حراس ومقاتلين جانب القوات المسلحة والشرطة المدنية في ظهر الإرهاب، هنكون إن شاء الله النهاردة فاعلين وحراس، ويعني كل ما يطلبوا منا الجهاز التنفيذي في حماية هذه المشروعات وتنميتها هنكون إن شاء الله موافقين وواقفين وقف صلبة زي ما وقفنا في محاربة الإرهاب، هنقف إن شاء الله وقفة مع الدولة في تنميتها بإذن الله. يعني الدولة المصرية أولت أهمية كبيرة في تنمية شبه جزيرة سيناء، خصصت ما يفوق عن 750 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء كمرحلة أولى، واليوم تم إعلان يعني إطلاق المرحلة الثانية وتخصيص ما يفوق عن 363 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء كمرحلة ثانية. وأيضا كان هناك توجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هذه التنمية لابد أن تكون بشكل مباشر بيد أبناء سيناء. يعني كيف استقبلتم هذا التصريح؟ أولا يا فندم احنا مهما تصرف تريليون مش مليارات على التنمية في سيناء مش خسارة في سيناء، مش أغلى من 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 دم والأرواح الشهداء اللي استشهدوا على أرضها الطاهرة في تحريرها من الإرهاب. احنا استقبلنا النهاردة يعني الناس الفرحة كانت عامة، جميع أبناء شمال سيناء ودولة رئيس الوزراء بيعلن عن المجمعات التنموية الشاملة سواء في المجال الزراعي سواء في المجال السياحي في المجال المجتمعي في الإسكان. ده احنا النهارده بنتكلم في يعني هو بيتكلم في حوالي 6 تجمعات تنمويه في رفح و11 في الشيخ زويد وفي في نخل والحسن وبير العبد في العريش حوالي 4 تجمعات. النهارده مهما نصرف من المليارات سينا عايز مساحتها حوالي 60,000 كيلو متر مربع، شمال سينا حوالي 28,000 كيلو متر مربع منها، لازم نشوف يكون في تنميه شامله من سواء من مباني او من الزراعات او من البشر عشان نحن نغطي هذه المساحه الشاسعه من الصحاري. لابد ان تكون التنميه هي الهدف الاول، احنا يد تحمل السلاح ويد تبني. ان سينا مساحتها الواسعه لازم يكون فيها مجتمعات تنمويه شامله عشان خاطر ان احنا ما تفضلش صحراء يعني طمع للناس لانفس ضعيفه. النهارده بنتكلم وكل العالم بيتكلم في القضية الفلسطينية انها ممكن تكبر، سينا ده الحل للقضية الفلسطينية. لا احنا بنأكد من ابناء سينا عامة مشايخنا وشبابنا ونوابنا وعواقلنا ان احنا ندعم بكل قوة قرارات السيد رئيس الجمهورية في ان سينا ليست تكون وطن بديل. احنا سينا هتتعمر بالايد المصرية وهتتعمر بالمال المصري وبرجال مصر المخلصين، واحنا ابناء سينا من ضمن الناس اللي احنا هنعمر هذه المنطقة وان احنا هنكون حراس عليها دائما الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يعني كلمات من ذهب، انتم ابناء سيناء حراس عليها، ويعني نتمنى ان شاء الله في المرحلة القادمة ان نرى المزيد من التنمية وان تكون يعني شبه جزيرة سيناء هي محط جذب انظار العالم اجمع وايضا محط جذب الاستثمارات عالمية. الشيخ سالم العكش عضو مجلس النواب وايضا احد رموز قبائل سيناء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.